بارك، الصوت مسموع كويس إن شاء الله. أوكي يا إخوان، اليوم إن شاء الله راح نستكمل موضوع الستاك ايفالويشن موديل، ونبدأ إن شاء الله بالكود جنريشن، جزئية الكود جنريشن. نعمل شير للسكرين. وقفنا عند الستاك ايفالويشن موديل. طيب طبعا الستاك ايفالويشن موديل هو فيري سمبل ايفالويشن موديل، راح نستخدمه عند الايفالويشن للبروجرام. راح نفترض انه عندنا ستاك ماشين. شو يعني؟ في الستاك ماشين دائما راح نفترض انه الاوبرانز موجوده اون توب اوف ذا ستاك، وبالتالي اللوكيشن للاوبرانز ما في داعي نحدده. يعني انا راح اكتب اد، اذا بدي اعمل جمع بكتب بس اد. اد شو؟ بسيطه، اد التوب اليمنتس الموجوده اون توب اوف ذا ستاك، توب اليمنتس الموجوده في الستاك، فممكن تكون 75 على سبيل المثال. سيميلرلي بعد ما اعمل عمليه الكمبيوتيشن، اعمل عمليه الجمع، الريزلت ويل بي بوشت اون توب اوف ذا ستاك. طبعا راح نكون شلنا السبعة والخمسة جمعناهم، النتيجة 12، راح نخزن 12 on top of the stack. اوكي، هي المقصود. اذا عملية الجمع راح تتطلب ان نسترجع ونعمل pop laptop two elements، نعمل عملية الجمع ونعمل نخزن ال 12 او result back on top of the stack. طبعا تسعة هاي اللي هي عمليا ملهاش علاقة بالاديشن، بكل بساطة هاي مش لازم تتأثر بعملية الجمع وتضل زي ما هي موجودة في محلها في الستاك. فالجمع هي باينري اوبريشن، راح تاخذ تو اوبرانس بمعنى اخر، راح يكون التوب اليمنتس. شو اللي تحتهم مش مهم، المهم بالموضوع يضلوا زي ما هم، ما يتأثروا بعملية الجمع. إذا لو بدي أجمع 7 زائد 5 شو لازم أعمل؟ لازم أعمل أول شيء بوش للسبعة، بوش للخمسة، وبعدين أحكي إيش؟ أحكي أد. لازم أضمن إنه السبعة والخمسة موجودين فعلاً on top of the stack. بوش للسبعة، بوش للخمسة، الآن بحكي إيش؟ أد، و أد بالحالة هاي راح تجمعهم وتخزن النتيجة على top of the stack. لاحظ هذا الكلام معناها انه في الستاك ماشين كل اوبريشن راح تاخذ الاوبرانز من نفس المكان اللي هو التوب اوف ذا ستاك، وراح تعمل وراح تضع الريزلت برضه في مكان في نفس المكان اللي هو التوب اوف ذا ستاك. بالتالي انا ما في داعي احدد اماكن الاوبرانز او حتى مكان النتيجه اللي لازم تخزن فيه. هذا اللي راح يعطينا يونيفورم compilation schema. شو يعني؟ يعني الكود جنريشن اللي راح نشوفه مع بعض راح تكون تقريبا معظم الاوبريشنز، الكود جنريشن لمعظم الاوبريشنز راح يكون متشابه بشكل كبير. اد شبه سبتراكت، جزء كبير من العمليه راح يكون متشابه. ليه؟ لانهم الاثنين راح يجيبوا الاوبراند من نفس المكان، والاثنين راح يحطوا النتيجه بنفس المكان. فهذا راح يخلي سهل علينا وراح يبسط الكود جنريشن بشكل كبير. اذا فهمت الاد تغيير بسيط وبتكون عمليا فهمت السبتراكت، اذا كتبت الاد بالاصح تغيير بسيط وبتكون كتبت الكود جنريشن للسبتراكشن وللمالتيبليكيشن وللديفيجن ولبقيه الباينري اوبريشنز. فهاي ادفانتج كثير كبير. إذا في الستاك ايفالويشن موديل اللوكيشن اوف ذا اوبرانس از امبليسيت، امبليسيت بمعنى ضمني مش اكسبليسيت، وكمان بمعنى اخر وي دونت نيد تو سبيسيفاي اللوكيشن اوف ذا اوبرانس بطريقه صريحه.
خلاص بنحكي اد، ما بنحكي اد ار 1 وار 2 ولا اد الميموري لوكيشن الفلاني مع الميموري لوكيشن اخر. نفس الشيء بالنسبه للنتيجه، وي دونت نيد تو سبيسيفاي ذا لوكيشن اوف ذا ريزلت. وين راح نحط الريزلت؟ معروف، توب اوف ذا ستاك، انتهينا، سواء كانت اديشن ولا ملتيبليكيشن ولا سبتراكشن ولا وات ايفر، شو مكانه الاوبريشن. فهي طبعا ادفانتج. صحيح الستاك ايفالويشن موديل هذا بيعطينا كومباكت بروجرامز. ليش كومباكت بروجرامز؟ لانه بكل بساطه انا راح احكي اد، مش راح احكي اد ار 1 ار 2. ليش هذا راح يصغر حجم البروجرام؟ كومباكت بروجرامز يعني بروجرامز صغيره، وبالتالي مش راح تاخذ حيز كبير في الميموري. راح احكي اد بس، مش راح احكي اد ار 1 ار 2. يمكن 1 بايت يكون كافي عشان احكي الانستركشن اذا كانت بهاي الصيغه، بس اذا كانت بهاي الصيغه يمكن بدها 4 بايت او اكثر عشان احكي شو هم ار 1 وشو هم ار 2. اذا الستاك ايفالويشن موديل راح يعطينا كومباكت بروجرامز. صحيح راح يعطينا كمان سمولر انكودينج اوف انستركشنز اثناء عمليه الاكسكيوشن. انا راح يكون عندي شو؟ راح يكون عندي less number of instructions to encode to decode بالاصح. تعرفوا الانستركشن عند الاكسكيوشن راح نجيبها من الميموري ونحطها في السي بي يو، وراح نعملها decoding، راح نتعرف شو هي، هل هي عملية عملية جمع ولا ضرب ولا قسمة ولا شو بالضبط. الليو بيعمل هذا الكلام، اللوجيكال يونت او اللوجيك يونت الموجودة في السي بي يو بتعمل هذا الكلام، بتعمل عملية الديكودينج. فاذا الانستركشن سيت كانت صغيرة عملية الديكودينج بيكون سريع، وبالتالي بتأثر على البيرفورمانس، بتكون احسن البيرفورمانس. سمولر encoding of instructions. ليش smaller encoding of instructions؟ لأنه add، لاحظوا لو بدي استخدم هذا الصيغة من للأد، معناها أنا يمكن أضطر أعمل صيغة مختلفة للأد. add register مع register، add register مع memory location، وبالتالي يطلع عندي 3-4-5 الله بيعلم كم من الأد instructions المختلفة اللي بتأخذ بعين الاعتبار operands في أماكن مختلفة. بينما اد لا خلاص هي one version one، مش راح يكون في different variants منها. اد whatever is on top of the stack، وخزن النتيجة on top of the stack، وانتهينا. عدد instructions راح يكون أقل، decoding راح يكون more efficient، هذا راح يكون له تأثير إيجابي على performance للمشين. صحيح السبب الcompact programs هاد تحديدا هو اللي بيخلي الستاك ايفالويشن موديل، هو الايفالويشن موديل في الجافا بايت كودز. تذكروا الجافا بايت كودز، بتذكروا في بدايه الفصل حكينا الجافا، الكومبايلر للجافا عمليا بيترجم السورس بروجرام، الجافا بروجرام بيترجمه للغه اسمها البايت كود، الانترميديت لانجويج. ما هي ماشين لانجويج؟ انما انترميديت لانجويج. واتفقنا انه عند الاكسكيوشن لسه البايت كود هذا بحاجه ل انتربريتيشن، تذكروا هذا الكلام. الان البايت كود هذا، هاي اللانجوج او الكود المكتوب فيها، هو جنريتد على اساس انه will be evaluated by a stack machine، will be عمليا executed by a stack machine. يعني شو معنى هذا الكلام؟ أو ليش هذا الكلام؟ بتذكروا الجافا طورت في عصر الكمبيوتر نتورك والإنترنت، وبالتالي مهم جدا حجم البروجرام يكون صغير عشان عملية إرسالهم واستقبالهم من خلال الكمبيوتر نتورك ما يخدش أو ما يعملش أوفر هيد كبير على الإنترنت، الكمبيوتر نتوركس. فكان بهمهم جدا البروجرامز تكون اصغر ما يمكن. في اي سؤال؟ كانوا في سؤال؟ اوكي طيب.
راح نعمل تريك صغير صحيح تو اوبتمايز هاي الستاك ماشين. لاحظ الاد انستراكشن راح تعمل العديد من ميموري اوبريشنز. تذكروا الستاك موجوده في الميموري، عاده الستاك بتكون كبيره نقدرش نحتفظ فيها كلها في السي بي يو، في الريجسترز بمعنى اخر اللي هم الميموري للسي بي يو، فاحنا مضطرين نحطها بالميموري. وضعها في الميموري طبعا تعرفوا شو مشكلة استخدام الميموري. الميموري اوبريشنز راح تكون بطيئة، بالتالي بهمنا نقلل عدد الميموري اوبريشنز هاي قدر الامكان. تذكروا حكينا عن النقطة هاي قبل هيك واخذتوها في الاوبريتنج سيستم بسبب الفان نيومان اركيتكتشر اللي بفصل السي بي يو عن الميموري، والميموري بطيئة جدا بالمقارنة مع السي بي يو، بالتالي استخدامنا للميموري وعمل ميموري اوبريشنز عمليا راح يسيء للبرفورمانس للماشين، الاكسكيوشن راح يصير بطيء. فاحنا بهمنا الميموري اوبريشنز نقللها قدر الامكان. تذكروا هذا السبب اللي بحطه كاشيت عشان تو ورك اراوند ما يعرف بالفان نيومان اركيتكتشر بوتل نيك. إذن بهمنا نقلل عدد الميموري اوبريشنز قدر الامكان. ذكروا اد انستراكشن اد ميموري اوبريشن راح تعمل، ذكروا انها راح تقرا التوب تو اليمنتس من الستاك، راح تعمل إذن تو ريد اوبريشنز تو ميموري اوبريشنز، والريزلت راح تخزنها ان توب اوف ذا ستاك. راح يكون في عندي انذر ميموري اوبريشن، إذن ان توتال راح يكون كم عندي 3 memory operations. ولأنه الـ top of the stack اللي هي الـ result اللي حصلنا عليها على الأرجح راح نستخدمها في الـ very next instruction، في الـ following instruction على الأرجح راح نستخدم الـ top of the stack مرة ثانية. فالسؤال هون ليش أخزن الـ top of the stack على الـ memory وأنا عارف أني بعد لحظة راح أرد استرجعها من الـ memory؟ عشان هيك هذا أعطاهم فكرة أنهم يعملوا تريك صغيرة، يحكوا بكل بساطة التوب أوف ذا ستاك ما راح نوديها على الميموري، إنما راح نحتفظ فيها بالسي بي يو في ريجستر معين داخل السي بي يو اسمه الأكوميليتر. وطبعا هاد معناها faster execution، إني أوجد واحدة من الأوبرانز على الأقل اللي هي التوب أوف ذا ستاك في الأكوميليتر، راح يقلل عدد الميموري اوبريشنز اللي انا مضطر اعملها. فالان عمليه الاد راح تتنفذ بهاي الطريقه، وان اوف ذا اوبرانز اللي هو التوب اوف ذا ستاك موجود وين؟ في الاكوميليتر، ذا اذر اوبرانز موجود في الميموري. اذا هاي العمليه راح تتطلب وان ميموري اوبريشن، راح نجمع وراح نخزن النتيجه في الاكوميليتر. الاصل في الامور نخزن النتيجة في الستاك، بس الآن اتفقنا التوب أوف ذا ستاك راح نحتفظ فيه فقط بالأكوميليتر وما في داعي نوديه على الميموري. إذن عمليا إحنا راح نكون بحاجة فقط لون ميموري أوبريشن عشان نقرأ هذا الأوبراند من الستاك. إذن بدل 3 ميموري أوبريشنز اختصرنا الأمور ل 1 ميموري أوبريشن. واضحة الصورة يا إخوان؟ أي شيء مش واضح؟ إن شاء الله. أوكي. الآن بشكل عام لو كان عندي operation بتأخذ in operands معناها أنا راح استرجع من الستاك n minus one من الoperands. طبعا لازم أكون عاملهم somehow push من البداية. top element راح يكون عمليا موجود في الستاك، والريزلت لازم تضل في الاكوميليتر. اسف انا شو حكيت، ال اي 1 لغايه اي ان ماينس 1 من الاوبرانز راح نجيبهم عمليا من الميموري. التوب اليمنت او التوب اوبراند اللي هو الاوبراند اي ان راح يكون موجود بالاكوميليتر، اذا مش راح يتطلب ميموري اوبريشن. نفس الشيء لما اعمل عمليه
execution للاوبراند للاوبريشن. لما اعمل execution للاوبريشن result ما راح ارديها على الستاك، راح اخليها فقط في الاكيوميليتر. الان لاحظ شغله مهمه، انه عشان نعمل evaluation للاكسبريشن اللي عندنا بإمكاننا نستخدم الستاك زي ما احنا عاوزين، بس لازم بمجرد ما انتهينا من عملية evaluation للإكسبريشن تاعنا نرجع الستاك زي ما كانت قبل ما نبدأ. نحكي we must preserve the stack. الإكسبريشن evaluation must preserve the stack، بمعنى الستاك لازم ترجع زي ما كانت قبل ما نبدأ عملية الإيفالويشن. زي ما أحكي لك والله بإمكانك تستخدم هذا الديسك للمذاكرة، بس رجاء بعد ما تنتهي من عملية المذاكرة بدي ترجع الديسك بالضبط زي ما كان قبل ما تبدأ. أوكي؟ نفس الشيء بالنسبة لنا الستاك. ليش هذا الكلام مهم؟ عشان إذا أنا تركت، إذا أنا بدي أعمل إيفالويشن لإكسبريشن معين وتركت بالخطأ أوبرند أنا وضعته ونسيت أشيله، هذا الأوبرند راح يتدخل مع الإيفالويشن لأذر إكسبريشنز. يمكن الإكسبريشن اللي أنا عملت له إيفالويشن ننتظر فيه عشان نجمعه ولا نضربه مع أوبرند أخرى عشان نعمل بمعنى آخر إيفالويشن لإكسبريشنز أكبر. فإذا أنا ما شلت الأوبرند اللي أنا وضعتها راح تأثر على النتيجة اللي راح نحصل عليها كقيم للإكسبريشنز الأكبر. لاحظ هون stack machine with accumulator راح نستخدمه في عمل evaluation لهذا الاكسبريشن البسيط 7+5. لاحظ الحالة هاي احنا لازم نعمل push للسبعة على الستاك، اذا لازم احط سبعة بالاكيوميليتر ولازم اعمل push لقيمة الاكيوميليتر، اذا صارت هاي حالة الستاك. طبعا قبل الايفالويشن تذكروا هاي حاله الستاك، ولاحظوا في النهايه راح ترجع الستاك زي ما كانت لما بدينا. هاي المقصود ب وي ماست بريزيرف ذا ستاك، لازم نحتفظ فيها زي ما كانت قبل ما نبدا. حطينا سبعه لازم بالاخير نشيل السبعه. اوكي لازم نشيل السبعه ونضمن انه رجعت الستاك زي ما كانت. فعشان اعمل بوش للسبعة حطيت السبعة بالاكوميليتر وعملت بوش للاكوميليتر، صار عندي سبعة on top of the stack. fine. الان الخمسة راح احطها بالاكوميليتر وراح احتفي بهذا الكلام. الاصل بالامور اني اعمل بوش للخمسة على الستاك، بس اتفقنا احنا راح نحتفظ بالtop of the stack في الاكوميليتر وراح نكتفي بهذا الكلام. اذا مش راح اعمل بوش للاكوميليتر هون، خلاص بس حط لي خمسة بالأكوميليتر. الآن اعمل عملية الأديشن هاد، والأديشن راح يفترض أنه على طول one of the operands موجود في الأكوميليتر the second operand موجود في الميموري. إذا راح نروح على الميموري ونجيب السبعة ونجمعها من الأكوميليتر اللي هو خمسة، والنتيجة طبعا هي 12. خلصت، استخدمت الستاك زي ما انت عاوز وحصلت على النتيجه اللي انت عاوزها اللي هي 12. ذكر ال 12 راح نحتفظ فيها بالاكيوميليتر. الاصل بالامور نوديها على الستاك، بس لا ما راح نوديها على الستاك، راح نخليها بالاكيوميليتر. بس في شغله مهمه جدا نعملها الان اللي هي شو؟ بوب. هاي السبعه لازم نشيلها من الستاك عشان ترجع الستاك زي ما كانت لما بدينا. اوكي؟ إذا تركنا السبعة on top of the stack والله يمكن هذا الإكسبريشن هو جزء من إكسبريشن أكبر، بده ياخذ النتيجة ويضربها ب 10 على سبيل المثال. أوكي؟ فإذا احنا تركنا السبعة، طبعا العشرة بالحالة هي راح تكون موجودة هون، إذا احنا تركنا السبعة معناها النتيجة راح نضربها بسبعة بدل ما نضربها بعشرة القيمة الصحيحة. أوكي؟ فراح تتدخل الإيفالويشن للسب إكسبريشنز مع بعض بطريقة غير صحيحة. ف we must preserve the stack لهذا السبب.
خلينا نشوف bigger example تتضح الصورة بشكل أفضل. Hopefully بدي أعمل evaluation لهذا الإكسبريشن. راح أستخدم stack وهي ال initial value للstack، ولاحظ هي راح ترجع في النهاية زي ما كانت في البداية. لاحظ الآن راح نحط الثلاث الاوبرند هاد، راح نحطه بالاكوميليتر وراح نعمل بوش للاكوميليتر. اذا هاي حالة الستاك الان، حطينا الثلاث on top of the stack. الاوبرند الثاني راح نحطه بالاكوميليتر وراح نعمل بوش للاكوميليتر، وصارت عندي هاي حالة الستاك. السبعة هو التوب إليمنت في الستاك، تحته على طول ثلاث، وطبعا whatever كان في الستاك في البداية راح يضل في مكانه بدون أي تأثير. شو راح نعمل الآن؟ لود للخمسة، حط لي خمسة في الأكوميليتر، وهذا مش راح نعمل له بوش. ليه؟ بكفي ضل بالأكوميليتر. الآن بإمكاني أعمل عملية الأديشن. أديشن لشو؟ أديشن للأوبرند الأول اللي هو القيمة الموجودة في الأكوميليتر مع الأوبرند الثاني اللي هو التوب إليمنت في الستاك. إذا أد خمسة مع سبعة والنتيجة هي 12. الأصل بالأمور نودي النتيجة على الستاك، بس اتفقنا بالستاك إيفالويشن موديل ويذ أكوميليتر راح نكتفي بإن نخزن النتيجة بالأكوميليتر. فال 12 راح تضل فقط بالاكوميليتر. لاحظ الان السبعه مع الخمسه هذا السب اكسبريشن انحسب، انتهينا منه. وعشان احسبه انا ضفت سبعه على الستاك. الان بما ان انتهينا من العمليه لازم نعمل بوب للسبعه. بوب شيل السبعه. إذا رجعت لهي وضعية الستاك اللي هي نفس ما كانت هون، يعني هون أنا هذا قبيل ما أبدأ عملية الإكسكيوشن لسبعة زائد خمسة، يعني هاي الإنستركشنز كلها كانت مسؤولة عن حساب سبعة زائد خمسة. قبيل عملية الإكسكيوشن prior to the execution of 7 plus 5 هاي كانت حالة الستاك، وهي اللي رجعت بعد ما انتهينا من الإيفالويشن لسبعة زائد خمسة. We are preserving the state of the stack. لأن لو تركنا السبعة ما شلناها، الآن بدل ما نجمع مع الثلاث راح نجمع مع السبعة، أوكي، وراح نحصل على نتيجة خاطئة. إذا لازم نشيل السبعة من الستاك. Fine. الآن أنا عندي 12. لا تنسوا إنه بدنا نجمعها الآن مع الثلاث اللي هون. راح نحكي بس add. شو يعني؟ يعني اجمع لي القيمة الموجودة في الأكوميليتر اللي هي 12 مع التوب إليمنت وراح أحصل على 15. راح أخلي النتيجة وين؟ في الأكوميليتر. وهيك أنا حصلت على النتيجة النهائية للإكسبريشن 15. شو ضل لازم أعمل؟ لازم نرجع الستاك زي ما كانت. شو إحنا ضفنا على الستاك؟ ضفنا الثلاث. بليز لا تنسى تشطبها وتعمل بوب عشان ترجع الستاك، اوكي، زي ما كانت قبل ما نبدا. Then we must all the time preserve the stack. في اللحظه اللي بدينا او قبل ما نبدا عمليه الايفالويشن لسبعه زائد خمسه كانت هاي حاله الستاك. وافتر عملية الإيفالويشن للسبعة زائد خمسة رجعت الستاك زي ما كانت. The first operand is on top of the stack دائما. أوكي إخوة، هيك بنكون انتهينا من موضوع الستاك ماشين والرن تايم انفايرمنت اللي راح نعمل كود جنريشن على اساسها. الان احنا جاهزين ننتقل لموضوع الكود جنريشن. في اي سؤال لهم؟ في اي شيء مش واضح؟ اوكي.
نجي الآن للكونجنتريشن. طبعا رح نعمل زي ما اتفقنا code generation على أساس إنه الكود تاعنا will be evaluated using stack machine stack evaluation model with an accumulator. والكود that we will generate رح نكون قادرين نعمل له execution على real machine اسمها MIPS وإلها simulator. لو حبيت تنزله على اللابتوب اللي عندك بإمكانك تنزله والسيميليتر اسمه عكس MIPS اللي هو SPIM. في الكود اللي احنا بنعمله generation you can if you want you can execute باستخدام هذا السيميليتر. هذا MIPS processor ظهر بالثمانينات وكان يعني يعتبر very powerful processor في وقته لأنه قادر على تنفيذ 1 million instruction per second. كنا لما نحكي هذا الكلام في الثمانينات كنا نصفر بعده لأنه شيء مش طبيعي. هاي powerful machine بالمقارنة مع المشينز اللي كانت موجودة في هذاك العصر. طبعا الأيام هاي المشين تعتبر very poor من ناحية البيرفورمانس. يعني حتى السمارت فون اللي بجيبتك ممكن يكون ألاف أضعاف سرعة هاي المشين. عادي جدا يكون مثلا 5000 ولا 10000 سرعة هاي المشين. اوكي حتى السمارت فون اللي بجيبتك مش اللابتوب. اوكي ممكن يكون سرعته أداءته ألاف الأضعاف من هاي البروسيسور. صحيح MIPS لغاية الآن تستخدم كوحدة قياس. يعني المصطلح هذا MIPS يستخدم كوحدة قياس عشان يحكوا لك والله this machine is 1000 MIPS. يعني سرعتها والperformance لها أدائها ألف ضعف MIPS. بس برضو ألف ضعف MIPS ولا إشي بيها. أوكي مش إشي powerful يعني. أوكي عادي جدا من 5000 10000 MIPS إذا مش أكثر. جزء حتى الأرقام اللي عندي قديمة شوي صارت التطورات اللي بتصير في عالم الهاردوير والperformance سريع أكثر من أن الواحد to keep track with أو to stay up to date مع اللي بيصير. الآن بيستخدموها على سبيل المثال إذا أخذتوا كورس الداتا سيكوريتي عشان يحكوا لك كم الإفورت المطلوب to break a certain algorithm encryption algorithm. يحكوا لك والله هاي الالغوريثم to break it using the brute force attack أنت بحاجة ل 100,000 سنة على MIPS processor. أوكي أو مليون سنة على MIPS processor. افتراض أنه the brute force attack راح يتم باستخدام MIPS machine أنت راح تحتاج لمليون سنة. بس طبعا لو استخدمت machine هي 1000 MIPS راح تختصر المليون سنة by 1000 ومليون على 1000 يعني راح تحتاج ل 1000 سنة بدل المليون. فوحدة قياس صارت خصوصا استخدموها في الداتا سيكوريتي كوحدة قياس لكم الجهد المطلوب to break a certain algorithm. طيب في هاي المشين في هذا البروسيسر في هذا البروسيسور راح يكون في عندنا ريجستر مهم جدا اللي هو الاكوميليتر. في هاي البروسيسور الاكوميليتر اسمه A0 والريجستر نيم لازم يسوق بالدولار ساين فدولار ساين A0. هذا هو الاكوميليتر بمعنى توب اوف ذا ستاك راح نحتفظ فيها ب A0 مش راح نخزنها في الميموري انما راح نحتفظ فيها ب الاكوميليتر اللي هو اسمه A0. الستاك نفسها موجودة في الميموري بس التوب إليمنت فقط هو الموجود بالأكوميليتر. تذكروا في هاي المشين نقطة مهمة الستاك grows towards lower addresses
شو يعني؟ يعني لما هاي lower address ولما أنا أعمل push عملياً top of the stack راح ينقص مش راح يزيد عشان يقترب من lower address راح ينقص. فأنا لما أعمل push لازم أطرح من البوينتر اللي بيأشر على top of the stack، ولما أعمل pop لازم أجمع. أوكي؟ عكس اللي أنتم بتعرفوه أو اللي عادة نعمله لما نعمل implementation للstack. أنا رح نطرح لما نعمل push لأنه الstack grows towards the lower address. هذا الconvention أو الstandard convention المتبع في MIPS machine، MIPS processor. رح نشوف ريجستر آخر اللي هو الاسبي. الاسبي اللي هو اختصار لستاك بوينتر. هذا دائما بيأشر على النكست انيو لوكيشن. هذا ريجستر بيحتوي عنوان النكست انيو ميموري لوكيشن في الستاك. فاذا SP بيحمل عنوان هذا الإليمنت، معنى هذا الإليمنت في الستاك هو unused، هذا الأفيلابل. إذا بدي أعمل push بعمل push هون، هو بيأشر على ال unused memory location. بس إذا حكوا لي جيب لي التوب إليمنت في الستاك، فحكي التوب إليمنت في الستاك مكانه مش هون إنما مكانه هون. بمعنى آخر مكانه SP plus something. شو هذا الـ something؟ صحيح هو 4. ليش 4؟ لأنه كل memory location في هالستاك هو عبارة عن word، والword هي 4 bytes. إذا مكان مكان الـ top element الحقيقي المخزن في الستاك هو SP plus 4. واضحة هاي النقطة أخوان؟ مهم تكون واضحة. أوكي. المبس أركيتكتشر هو قائم على فكرة كانت وقتها حديثة جدا، اللي هي Reduced Instruction Set Computer، اختصارا ريسك. ريسك هاي لما ظهرت في الثمانينات كانت يعني بريك ثرو عظيم في وقتها في البرفورمانس للماشين. الفكره الرئيسيه فيها هو انه الانستركشن سيت اللي موجوده على مستوى الماشين لانجويج كانت صغيره، وطبعا معمولها امبلمنتيشن كهاردوير انستركشنز كهاردوير امبلمنتيشن زي اد زي ملتي بلاي، كلها هاي معمولها implementation على hardware implementation. فالريسك ماشينز خليها تختلف عن اللي قبلها، هي أن الانستركشن سيت تاعتها كانت reduced. reduction هاد هو واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلى البرفورمانس إلها أفضل من اللي قبلها. ليه؟ بكل بساطة لأنه هذا معناها عملية الديكودينج. تذكروا أنت عشان CPU عشان تنفذ instruction معين لازم تعمل ديكودينج، لازم تعرف عليها باستخدام اللوجيك يونت. وبالتالي عملية الديكودينج هاي إذا الانستركشنز أقل راح تتم بطريقة سريعة، إذا الانستركشنز كثيرة عملية الديكودينج راح تأخذ وقت. كمان لما تكون الانستركشن ست صغيرة عملية implementation hardware implementation إلها والoptimization اللي بإمكاننا نعمله راح يكون أفضل. راح كثير من instructions نقدر نعملها hardware implementation وبالتالي العملية تكون سريعة، أو نحكي معظم instructions. الآن في كمان ريجستر مهم جدا في هاي المشين راح نستخدمه كثير في الكود جنريشن،
General Purpose Register. صيفي 32 General Purpose Registers بنسميه عادة Temporary Registers. T1, T2 لغاية T31 صحيح، لأنه أول واحد أظن T0 اسمه والأخير بده يكون T31. مش مهم كثير شو أسماءهم، إحنا راح نستخدم واحد منهم لأغراض الكورس هذا، لأغراض الكود جنريشن راح نعمل T1. هذا التمبراري ريجستر راح نستخدمه عشان نخزن فيه intermediate results، ممكن نضطر نخزنها. وزي ما حكيت لكم طبعا في سيموليتر و well documented هذا السيموليتر، بإمكانكم تنزلوه على الإنترنت، ولو حبيتوا تعملوا evaluation أو execution للبروغرامز اللي we generate بإمكانك تعمل هذا الكلام. نيجي الآن ل language assembly language ل هذا البروسيسور الميبس بروسيسور. assembly language راح نشوف العديد من instructions، راح نبدأ بهدول الفايف instructions وراح نضيف عليهم instructions when needed and if needed. فرح نبدأ بهدول الفايف instructions، خلينا نعرف شو اللي بيعملوه بالضبط، رح نستخدمه كثير. احنا الآن رح نبرمج على مستوى الـ assembly language. الـ assembly language الـ MIPS في عنا هاي الـ instruction load word LW اللي بنستخدمها عشان أجيب قيمة موجودة في memory location. هذا memory location، وأحط القيمة في ريجستر معين. عادة بنجيب القيمة من top of the stack، الستاك الموجودة في الميموري. طيب الميموري لوكيشن اللي بدك تجيب القيمة وتحطها في هذا الريجستر، أي ميموري لوكيشن شو عنوانه؟ عنوانه موجود في ريجستر 2 بعد ما أضيف عليه الأوفسيت اللي موجودة هون. يا اخوان راح تشوفوا هاي الانستركشن كثير في البرامج اللي راح نعملها جنريشن. لود وورد اي 0 مع 4 كاوفسيت مع الاس بي. تذكروا اس بي ريجستر اللي بيأشر ل نيكست ان يوز لوكيشن في الستاك. مين بيقدر يحكي لي الان شو بتوقع هاي الانستركشن بتعمل؟ شو القيمة اللي بتجيبها وبتحطها بالأكيوميليتر؟ صحيح، هي بتجيب التوب إليمنت المخزن في الستاك وبتحطه بالأكيوميليتر. تذكروا اس بي يا اخوان بيأشر على شو؟ على النكست انيوز لوكيشن، فهذا المكان فيكنت فارغ اللي اس بي بيأشر عليه. فأنا عشان هيك ضروري أستخدم الأوفسيت 4 عشان أحكي جيب لي القيمة اللي موجودة في المكان اللي عنوانه موجود في اس بي، يعني هذا المكان، هذا المكان اللي عنوانه موجود في اس بي، بس بليز بعد ما تضيف 4. وإذا ضفت 4 معناها أنا صرت أتكلم عن هذا المكان، هذا هو المكان اللي عنوانه اس بي بلس 4. إذا راح أجيب whatever is stored on top of the stack وأحطه وين؟ بالأكوميليتر. واضحة هي يا أخوان؟ راح نشوفها كثير. في أي سؤال لهم؟ كل شيء واضح إن شاء الله؟ النكست، تمام. النكست instruction يا أخوان شو بتعمل؟ تعمل addition، add شو ما شو، add القيمة الموجودة في reg 2 مع reg 3 و please خزن النتيجة وين؟ في reg 1. فهي الانستركشن راح عمليا تجيب القيم اللي في reg 2 و reg 3 تجمعهم مع بعض وتخزن النتيجة في reg 1.
فعملية بسيطة. ذكروا الأوبرانز وين مفترضين موجودين؟ في ريجسترز مش في ميموري لوكيشنز. ما اقدرش استخدمها عشان اجمع قيم الا اذا هاي القيم موجوده في ريجسترز اد. اوكي، اذا واحد في ريجستر واحد في ميموري سوري ما تقدرش تستخدم اد، بدك تتحايل على الموضوع. يمكن القيم اللي موجوده في الميموري لوكيشن لازم تجيبها وتحطها في تمبرري ريجستر عشان تقدر تستخدم اد. ستور وورد اس دبليو عملها عكس لود وورد، بدل ما تجيب قيمة من الميموري وتحطها في الريجستر راح تأخذ القيمة الموجودة في الريجستر وتوديها على ميموري لوكيشن. أي ميموري لوكيشن اللي راح نخزن فيه قيمة ريج 1؟ الميموري لوكيشن اللي عنوانه موجود في ريج 2 بلس الأوفسيت اللي عندنا هون. يا اخوان راح تشوفوا هاي الجمله كثير في برامجنا ستور وورد اس دبليو اكيوميليتر مع زيرو دولار ساين اس بي. مين بتوقع شو هاي الجمله بتعمل؟ مين بيقدر يحكي لي؟ عادي لو تطلع غلطان، المهم تفكر. يحفظ النتيجة في الأكيوميليتر. عفوا يا أخي، يحفظ النتيجة في الأكيوميليتر. لا، هي راح تاخذ القيمه اللي بالاكوميليتر وتوديها وين؟ تخزنها في هذا الميموري لوكيشن. شو هذا الميموري لوكيشن؟ توب اوف ستاك. بالضبط، اللي هو الانيوزد لوكيشن في الستاك، الامتي لوكيشن. لانه ذكروا اس بي بيأشر على الامتي لوكيشن مع الاوفست زيرو، يعني عمليا ما تضيف شيء على اس بي. اذا خزنت القيمه الموجوده في الاكوميليتر في next unused location بالستاك. إذا نعمل هاي الجملة هي equivalent لأننا نعمل push. صحيح push عشان تكمل لازم نطرح أربعة من الـ SP، لأنه SP لازم يأشر على إيش؟ دائما next unused location. يعني جزئيا هذا الجزء الأكبر من عملية الـ push. كي يا إخوان؟ واضحة؟ الآن add immediate unchecked add IU واضح هاي بتعمل addition، بس addition لايش مع ايش؟ لا immediate operand. ال immediate operand هو الكونستانت يا اخو، بدي اضيف خمسة على الريجستر. تذكروا add هاي اللي شفناها قبل شوي هي بتفترض انه القيم اللي بدي اجمعها موجوده already في registers. القيم اللي بدي اجمعها موجوده في registers. طب إذا أنا القيمة اللي عندي مش في ريجستر، أنا عندي كونستانت بدي أضيف خمسة على ريجستر، بدي أضيف عشرة على ريجستر، إذا شو أعمل؟ بإمكاني أستخدم add IU. يعني مثلا رح نشوف يا أخوان هاي الانستركشن بشكل كبير add IU SP مرة ثانية SP ناقص أربعة. شو بتعمل يا إخوان؟ شو بتتوقع يا إخوان هاي بتعمل الانستركشن؟ تجمع ناقص أربعة على SP وبتخزن النتيجة وين؟ SP في SP. يعني عمليا بتطرح أربعة من SP. ليش بدي أعمل هاي العملية؟ عشان تكمل عملية البوش.
لأنه أنا حطيت القيمة في الخطوة السابقة، في هاي الخطوة حطيتها في الـ next unused location. وSV زي ما اتفقنا دائما لازم يأشر على next unused location. فهاي الخطوة عادة بتكون متبوعة. في هاي الخطوة اطرح لي 4 من SV. ذكروا عند ما أعمل push لازم أطرح 4 من SV. ليش لازم أطرح؟ لأنه stack grows towards the lower address. وبالتالي لما أعمل push بطرح 4. ليش 4؟ لأنه 4 بايت. عم بتكلم عن 1 word. والword تكون من 4 بايت افترض في هاي المشين. بس لما أعمل pop راح أعمل عملية عكسية. عشان أعمل pop راح أستخدم add IU SV SV مع 4 plus 4 يعني. فلما أعمل pop راح أستخدم main instruction. إذن add IU بستخدمها عشان أجمع register constant زي ناقص 4 زي 4. أنا بجمع constant immediate operand بسموه. اليو اللي بالأخير هاي معمول مقصود فيها unchecked، يعني please don't check for overflow. اجمع على مسؤوليتي ولا تهتم صار overflow ولا لا. تعرفوا الجمع عادة بعطينا لما اجمع two positive numbers مع بعض ممكن أحصل على large positive number، ممكن one word ما تكونش كافية له بيكون بالتالي صار عندنا overflow. فأنا هون لما استخدم instruction بحكي للمشين عمليا don't check for overflow errors، اجمع على مسؤوليتي وتوكل على الله. أوكي. شو الinstruction اللي بعدها؟ load immediate. أحيانا أنا عندي constant بدي أحطه في register، بقدرش أستخدم load word لأن load word تفترض أنه أنا بدي أجيب قيمة في memory location وأحطها في register. لا، القيمة اللي عندي هي constant 5، بدي أحطها في register، حط لي 5 في register مش موجودة في memory word. فشو بستخدم؟ بستخدم هاي الأسمبلي instruction load immediate. load immediate register مع الأوبراند اللي عندي. فعنا هنا بروجرام صغير. أوكي، لو بدي أجمع 7+5 في هاي المبس assembly language processor أو assembly language لهذا البروسيسور. أوكي، راح أعمل التالي. ذكروا هي stack evaluation stack machine، وبالتالي الأوبرند الأول لازم أحطه ب الأكوميليتر. كيف أحطه بالأكوميليتر؟ بإني أكتب load immediate check A0 مع 7، ولازم أعمل له push على الستاك. كيف راح أعمل له push على الستاك؟ راح نستخدم store word قيمة الأكوميليتر وين في next unused location في الستاك اللي عنوانه هو SP بيأشر عليه، عشان هيك راح استخدم offset 0. SP بيأشر على next unused location. عشان تكتمل عملية البوش بطريقة صحيحة شو لازم أعمل في SP؟ SP بطل الآن يأشر على next unused location، صار يأشر على used location. إذا لازم أطرح منه 4 عشان أضمن أنه دائما بيأشر على next unused location. طرحنا 4 من SP. شو لازم نعمل الآن؟ بدنا نكمل. حطينا 7 على الستاك، هذا الأوبرند الأول. الأوبرند الثاني الآن راح نكتفي إنه ضل بالأكوميليتر. فشو عشان أحطه بالأكوميليتر شو راح أعمل؟ load immediate A0 5. 5 صار الآن بالأكوميليتر. شو ضل نعمل؟ نعمل عملية الأديشن. إذا راح أستخدم add
عشان أجمع القيمة اللي في الأكوميليتر مع القيمة الموجودة في الميموري. سوري، نقدرش نستخدم آد على طول، لأنه آد بيفترض أنه القيمتين موجودة في الريجسترز، مش واحدة في الريجستر والثانية في الميموري لوكيشن. إذا القيمة الموجودة في الميموري لوكيشن اللي هي 7 لازم أجيبها وأحطها في ريجستر. طبعا بقدرش أحطها في الأكوميليتر، لأنه إذا حطيتها بالأكوميليتر بكون ضيعت 5 من الأكوميليتر، إذا لازم أحطها في ريجستر آخر. رح نستخدم هنا التمبراري ريجستر T1. إذا رح نعمل يا أخوان شو لود وورد، سيب للقيمة وحط ليها في T1. القيمة وين موجودة؟ موجودة في اللوكيشن اللي اس بي بيأشر عليه، بس بليز بعد ما تضيف له 4، لأنه اس بي الآن بيأشر هون على unused location. فاس بي بلس 4 عمليا هو هذا الميموري لوكيشن. فاين، جبنا القيمه اللي هي 7 وحطيناها في التمبراري ريجستر. شو ممكن اعمل الان؟ ممكن اعمل اديشن، اعمل A0 مع A0 و T1، او بالاصح T1 مع A0. مش راح تأثر، بس عشان نتذكر، وهذا الأوبراند الأول اللي هو 7، وهذا الأوبراند الثاني. إذا T0 مع A0، والنتيجة راح نخزنها وين؟ في A0. فاين، إذا حسبت النتيجة اللي هي 12، والنتيجة الآن موجودة في الأكوميليتر زي ما إحنا عاوزين. خلصنا؟ لا، ما خلصناش، لأنه لازم نرجع الستاك زي ما كانت قبل ما نبدأ. شو حطينا على الستاك؟ احنا حطينا 7 على الستاك. بليز شيل 7. We must reserve the stack. Expression evaluation reserves the stack. كيف نعمل بوب؟ والله عملية البوب سهلة جدا. One instruction. شو رح نعمل؟ نرجع اس بي. احنا بعد ما عملنا بوش للسبعة صارت اس بي هون. عشان اعمل بوب للسبعة مش رح امسك محاي او مساحه واروح امسح السبعة، انما بكل بساطه راح اسبي رجعها للمكان اللي كانت تشير عليه. يعني راح وكاني بحكي انه هذا اللوكيشن رجع unused location، اعتبره unused، وبالتالي اي فيوتشر بوش اوبريشن راح تستخدمه. اذا ما علي الا احكي ايش؟ اد على اسبي شو؟ 4. add مش add، انما add iu، لان انا بجمع immediate operand constant. هيك بكون عملت شو؟ pop. رجعت sp تأشر على هذا المكان. هذا المكان الان unused، راح نتعامل معه على اساس انه unused. اذا اضطرينا نعمل push بعد هيك راح نعمل push على السبعة، وقتها فقط السبعة راح تنمحى وراح تستبدل بقيمة جديدة. اوكي يا اخوان، فأنا كتب لكم الكود هذا، لا تقلقوا إذا ما كتبته، كتب لكم الكود هذا بالتفصيل هون في النكست سلايد. اوكي يا اخوان، بتأمل تذاكروا المادة هاي كويس قبل محاضرة يوم الأحد. مش راح تأخذ منك أكثر من 10 دقائق مذاكرتها، بس راح تكون عملت في حالك خدمة كثير كبيرة، لأنك راح تيجي يوم الأحد وتقدر تتواصل معي وتفهم علي شو اللي أنا بعمل. فبليز بس أعطيها ماكسيمم ثلث ساعة، أنا متأكد وراح تحتاج أقل كثير ممكن من ثلث ساعة قبل بليز محاضرة الأحد، هوب في اليوم عشان أنت متذكر شو اللي حكينا، تفهم هذا الكلام عشان نقدر نكمل مع بعض بدون ما أنت تتغلب كثير وتضطر ترجع لمصادر مختلفة عشان تفهم المادة. أي سؤال يا أخوانهم؟ أنا آسف تأخرت عليكم شوي، بس كان لازم نكمل الموضوع عشان تفهموه بشكل أفضل. نكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة إذا ما في أي سؤال. الله يعطيكم ألف عافية. بس بالمناسبة بالنسبة للكويز، نعم وافقوا الشعب الثاني إنه يكون يوم الأربعاء، طبعا راح يكون داخل رمضان إن شاء الله،
وعلى الأرجح راح يكون بعد صلاة العشاء. أوكي، فبناء على طلبكم طلب بعض حتى زملائكم من الشعب الثاني، تقرر إنه الكويز يكون يوم الأربعاء بدل يوم الاثنين. أرجو أنكم تأخذوا الموضوع بشكل جدي، وراح يكون موضوع الكويز هو فقط البوتوم أب بارسينج. يعطيك العافية دكتور. الله يحييك أخوان، نشوفك بخير.